السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ مصطفى، والله انا بكرر سؤال تاني عشان زوجتي اصلا هي صاحبة السؤال، بس هي ما سمعتش كويس ومش مقتنعة يعني ان انا سألت كويس. فانا بس بسأل بس حضرتك، هو الاب اللي كتب الورث للبنتين دول، المسامحة دي بتاعت اخواته هتسقط عنه بإذن الله يعني؟ بإذن الله بإذن الله، الولد من كسب أبيه، وبإذن الله إن شاء الله إذا أدى عن أبيه أجزأت الأدية في مثل هذه الحال. طب هي الورث ده حق للخالق أم للخلق؟ لا، الورث ما الوارث؟ يعني حق البشر؟ الرسول قال كده، قال المال ما الوارث؟ يعني نسامح فيه عن صاحبه. نعم، الله يسلمك. بس اذا كان يتيم وليس برشيد هتعملوا ايه؟ تمام، جزاك الله خير.